يا مرحبا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ اليوم اجينا على العاصمة أبوظبي بالإمارات. يعني صراحة قلنا كم حلقة ما اجينا على أبوظبي، ما اشتقت. anyways اليوم جايين على مكان كتير حلو وفيه كتير نشاطات وفعاليات فينا نعملها جوا، بيجمعها كلها هذا بمكان واحد. صراحة متحمس كالعادة لأنه مغامرات شتاء الإمارات دائما كتير حلوة وشيقة وفيها كتير قصص جديدة، ورح أخبركم عن كتير قصص فيكم تعملوها. فتعالوا معي بهالرحلة الكتير حلوة لنشوف شو ناطرنا. خليني أخبركم عن مكان هالحدث اللي يقام فيه مهرجان الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمنطقة الوثبة بإمارة أبوظبي. تقام فعاليات المهرجان عادة بمواقع تراثية تعكس الثقافة الإماراتية التقليدية مثل القرى التراثية، المتاحف والمنتزهات، وتنظم العديد من النشاطات بالهواء الطلق للاستمتاع بالطقس الرائع بموسم الشتاء. وهو واحد من أهم الفعاليات الثقافية والتراثية بالإمارات، وهو بيجذب آلاف الزوار من داخل دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم. تتنوع فعاليات المهرجان بين العروض الفنية التقليدية والأنشطة التراثية المتنوعة. يعني رحلتنا اليوم شوي فيها معلومات دسمة وكمان ثقافية. هلأ صراحة كان بنفسي زور كل زاوية وقسم، فخليكم معي لحتى اشوف وين بدي اروح واذا بلحقهم كلياتهم. يعني صراحه حماس 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 كتير 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 كبير، وشي بيخلي الواحد ينبهر. وصلت لوجهتنا لليوم اللي هي وجهة شتاء الإمارات الجديدة بهاي الحلقة، اللي هو مهرجان الشيخ زايد. هذا المهرجان اللي يعتبر من أساسيات شتاء الإمارات. صراحة كتير متحمس مثل ما خبرتكم أني جرب تجربة مهرجان الشيخ زايد، لأنه في كتير فعاليات، في كتير قصص فينا نعملها جوا، في كتير نشاطات مميزة ما بتلاقوها بمكان تاني بالإمارات، ومثل ما خبرتكم شيء أساسي من أساسيات شتاء الإمارات. فتعالوا معي بهاي التجربة وبهذا المكان الرائع لنشوف شو في جوا وشو ناطرنا. يعني من أول ما بتفوتوا ببوابة المهرجان بتسمعوا الأغاني اللي كتير حلوة، الأغاني التراثية اللي كتير حلوة. يعني من أول ما بتفوتوا بتحسوا بالفايب الرائعة. وطبعا هلأ وصلت لعند الخريطة تبع المهرجان مشان نشوف شو أقسامه المهرجان. ما شاء الله شو كبير وشو فيه أقسام كتير كبيرة. صراحة كتير حلو، في أكتر من بلد وأكتر من جناح وفي أكتر من قسم. بس بدي لكم شغلة، إنه هو ببلش من الساعة 4 للساعة 12، وبأيام العطلة بيضل الساعة واحدة بمنتصف الليل، وتشز هذا يعني معكم وقت كافي لحتى تستكشفوا. وطبعاً هون موجودين كل الأقسام من عند الأجنحة الدولية، القرية التراثية، أسرار الحياة البرية. طبعاً في كتير قصص، في عندكم شو، في عندكم منتجع، في عندكم إذا الناس بدها تصلي. يعني صراحة كتير حلو، في مسرح بيعملوا عليه كمان احتفالات، وأنا يعني بتذكر حضرت من كم سنة حفلة كمان هون وكانت كتير حلوة. فتعالوا حتى نكفي نشوف شو باقي أقسام المهرجان، لأنه شكله كتير حلو. وصراحة بلشت بالفايبس تبع الأغاني أنا. يلا يعني بعد ما سمعتوا الأجواء قديش حلوة وعرفتكم على الأقسام عند الخريطة، اجينا عند أول شيء بتشوفوه أول ما
تفوتوا من الباب حتشوفوا شيء بخص التراث الوطني اللي موجود بالإمارات. طبعاً في عندهم أقسام هلأ في جوا عاملين الرقصة التراثية تبع الإمارات اللي كتير حلوة صراحة. وهلأ أنا قدام ذاكرة الوطن اللي هو يعتبر خلينا نقول مثل متحف أو فيه مجلس كمان، وهون وراي يعتبر أنا رح أعتبره متحف صراحة قد ما فيه قصص كتير حلوة بتخص الإمارات وتراثها وتاريخها. طبعاً رح نورجيكم الشيء البحري والقصص اللي بيعملوها من الأصداف، وكمان السفن وال خلينا نقول يعني مو تماثيل مثل مجسمات، يعني بتحاكي القصص يلي بتشتهر فيها الإمارات خصيصا بحريا، لأنه عم شوف كتير قوارب، كتير سفن، مناظير الديب، كيف كانوا يستخرجوا لولو، كتير قصص موجودة هون حوالينا. فتعالوا نعمل هيك جولة عليهم وننتقل بعدين لقسمنا اللي بعده. طبعاً أنا بعد ما أجيت وشفت هذا المكان اللي كتير حلو خبرتكم عنه، حسيت إني لازم أعرف معلومات زيادة عن الموضوع، لهيك أجيت لعند محمد. مرحبا، حياك الله، مساء الخير. شكراً أول شيء إنك قبلت هيك تستضيفنا عندك، وحابب أعرف أكثر عن المكان اللي شايفينه نحن ورانا، عن شو بيرمز، شو فيه تفاصيل. إن شاء الله التشريف أولاً وجودكم، والتشريف أيضاً وجودي معاكم، يعطيكم الصحة والعافية. بالنسبة للمكان هذا اللي نحن موجودين فيه مثل ما تقول هو قسم بحري. تمام. فاحنا قاعدين الحين هنا بالنسبه للمكان هذا، والناس اللي تزورنا سواء كان من السابق او الان ننقل لهم صوره كيف كانت حياه الاجداد في السابق. تمام. وكيف كانت الامور اللي هم يعتمدوا عليها سواء كان في السفر. تمام. في التجاره او في صياده، كيف صيد. حلو، لانه انا شفت في ادوات صيد نحن موجوده. نعم، ورانا موجود يعني. ايضا بالنسبه للغيص واقسام استخراج اللولو. تمام. كذلك بالنسبه لصناعه السفن وكيف هي طريقه صناعه السفن، والسفن عدة أنواع، في منها من السعف النخيل وفي منها من الخشب. حلو. فإحنا هني قاعدين ننقل الصورة هذه كيف كان الأجداد يستخدموا الأدوات القديمة في صناعة السفن. الطبيعة خلينا، وكانوا يستخدموا الطبيعة لحتى يقدروا يصيدوا. أيوة. لا يقدروا يسافروا، لا يقدروا يسبحوا، يقدروا يسافروا مثل ما تقول. وأيضا ننقل للأبناء الحين في المستقبل كيف كانوا معاناة الأجداد. تمام. السابق وكيف كانت رحلاتهم وعلى شو كانوا يعتمدوا. يعني احنا عندنا في القسم الاول اللي شفتوه قبل شويه معظم الادوات هذه فلكيه اللي هي كانت تستخدم وين في التنقل. تمام. من دوله الى دوله ومن مكان لمكان. من دوله لدوله؟ من دوله لدوله. نعم. أوه. كان من دوله لدوله، تعرف الحمد لله كانت اول تجاره وصلت لخارج ايضا حتى دول الخليج. تمام. فمثل الزنجبار، مثل الهند، مثل الصين، مثل غيره. فكانوا يعتمدوا على الادوات هذه في ابحارهم اللي هي الادوات الفلكيه مثل البوصله وما شابهها، الأقمار الصناعية كلها شفناها طبعاً موجودة. نعم، في السابق اللي شفتوها. بالنسبة للأقسام هذه طبعاً هنا إحنا عندنا نوضح لهم اللي هو هذا محامل مجسم. الجالبوت، البتيل، البقارة، أسماء عدة طبعاً، عدة أسماء، وكل واحد يستخدم لغرض معين. لغرض معين. تمام. يعني عندنا مثلاً المحامل هذه كانت للصيد، مثل عندك البوم والبدن تستخدم للضغاوي اللي هو كيف كانوا يصيدوا الاسماك من البر وليس الا في البحر. يعني ما بيروحوا على البحر، من هنا على البر. من البر اللي هي الضغاوي، تسمى الضغوه. تمام. المحامل الثانيه اللي هي الشوعي والجالبوت وكذي كانت تستخدم للصيد لكن في اعماق البحر. تمام. للصيد يعني الاسماك الكبيره. فالقسم الثاني اللي هو هناك موضح للناس كيف كانت تتم صناعه السفن وصناعه السفن من نوعين اللي هي السفن عن طريق الاخشاب والسفن عن طريق السعف النخيل. طبعا ما في واحد ما يعرف سعف النخيل. اكيد. فسعف النخيل ايضا كيف كانت الحبال المستخدمه في الصناعه هذه، في خاصه سفن الصناعه كيف كانت تصنع. ايضا نصنع الحبال كان ايضا نفس الشيء من النخل، من سعف النخيل. يعني كل شيء موجود بالطبيعه كانوا يستغلوه لحتى يقدروا يسافروا ويصيدوا وكل شيء. الحين وجودنا هنا حتى ننقل الفكره هذه اللي كانت في السابق حق الاجيال في المستقبل، حق الابناء، حتى الزوار اللي بدهم يزوروا المهرجان. الزوار لهذا، واحنا نتمنى من كل زائر سواء كان كبير او صغير انه يستفسر ويعرف بعض الامور ويوقف ايضا عليها يعني. اكيد. والادوات اللي كانت تستخدم مثل الطواش عندنا هناك بعد، اذا كنتم ما اخذتوا عندنا فكره، فموجود هنا صندوق الطواش اللي هو يحتوي على الادوات كامل
كاستخراج اللولو. اللولو ايوه من الصدف. 100% يعني صدف. عندنا هناك طبعا صوره حيه تقريبا يعني هي كيف كان الغواص او كيف ينزلوا داخل البحر. هلا طبعا اكيد ام محمد رح نروح نحن نشوفهم. أيوة نعم. كلياتهم. انا بدي اتشكرك كثير على المعلومات كثير حلوه وشكرا انك استقبلتنا عندك. تشريف تشريف. وعند كل الاشخاص اللي اول ما تفوتوا من مهرجان الشيخ زايد لازم تجوا لهون توقفوا تاخذوا هاي المعلومات الرائعه، يعني مشان تعرفوا هذا البرنامج مو بس بيورجيكم قد في اماكن سياحيه حلوه، كمان بيعطيكم معلومات ثقافيه كثير حلوه عن دوله الامارات. شكرا كثير مره ثانيه. العفو جزاك الله خير والتشريف بارك الله فيك. جينا على قسم جديد من أقسام مهرجان الشيخ زايد اللي هو قسم أسرار الحياة البرية. صراحة أنا حالف بهذا البرنامج ما في مكان فيه حيوانات إلا بدي زوركم يا وورجيكم شو في بقلبه. صراحة متحمس جديد وشكله في فوبيا جديدة رح نخلص منها. والله شكله هالبرنامج عم يفيدني مو بس عم يفيدكم صراحة. تعالوا معي لهذا القسم لجوه لنشوف شو فينا نعمل وشو المغامرة اللي ناطرتنا. يلا يا جماعة أنا بعشق الكلاب، يعني هو خلينا نقول حيواني المفضل أنا بالنسبة لإلي. مو معقول الهضامة قدي حلوين. هون فيكم تتفاعلوا كمان مع الحيوانات، يعني مو بس بتشوفوهم من برا من الأقفاص. صراحة شكرا إنه في كم حيوان بالقفص لأنه أنا عندي فوبيا منهم، بس صار عالي إنه أنا فيني عم بتفاعل مع الحيوانات اللي أنا بحبها فرح تنبسطوا بهالتجربة صراحة. أول شيء شكراً لإلك أنك استقبلتنا أخ محمد. نحن كثير مبسوطين بهذا المكان بصراحة. وين ما رح تجرب إلا بلاقي حديقة حيوانات أو بلاقي محمية لازم فوت عليها صراحة. وبحس الإمارات كثير بتعتني بهذا الموضوع. خبرني أكثر عن هذا المكان اللي إحنا موجودين فيه وشو في حيوانات شو ممكن نعمل أصلاً وقت المنزور مهرجان الشيخ زايد ونزور هذا المكان تحديداً. أول شيء نورتوا. شكراً. هذا المكان مكانكم. وطبعاً المكان هذا نحن مسمينه أسرار حياة البرية. طبعا فيها مجموعه حيوانات من المقتنع، طبعا اشياء من النوادر. فنحن اوريدي كنا نهتم في هذه الحيوانات فحبينا ان نبرز للناس هذه الاشياء الموجوده فتتعرف عليها. تمام. وتقدر تلمسها وتقدر تعرف كيف ان تقتنيها وتربيها عندها في المنزل بالاهتمام يعني فيها. في منهم ممكن يتربوا لا هي اكيد 100% تقدر تربي. في انواع كثيره يعني من الزواحف البسيطه وعندك الطيور عندك المواشي. في اشياء حلوه تقدر تربيها. في ناس تاخذ فكره ان الماشية هذه لازم تكون في مزرعه. صح. بالعكس في اشياء الحين تقدر تحطها في البيوت نفس الغزلان الصغيره عندك الفلودير عندك. صح. الريم. صح. عندك وايد اشياء. وعندك انواع من انواع الطيور تقدر بعد تهتم فيها في الطيور. بس ان الناس كيف
تحافظ عليها وكيف يكون عنده وعي اصلا ان تربي هذول عليك نور، لان قبل ما تقتني الشيء لازم انت دارس عنه وفاهم عن الشيء هذا 100%. طيب شو اللي بيميز هاي المحميه او هذا المكان عن باقي الاماكن اللي موجود فيها حيوانات؟ خلينا طبعا الله يسلمك، الشيء المميز في المكان هذا اولا انه هو في مهرجان يعني غني عن التعريف اللي هو مهرجان الشيخ زايد. صح. فالناس يوم تفكر نفعل مثلا مهرجان طبعا فيها قرى بس هم ما عرفوا ان فيها حديقة حيوانات. والحديقة هذه مميزة ان الناس عشان تتفتح فيها عندك كوفي النوادر، تقدر تشرب كوفي وانت قاعد مع النمور ولا شيء ايه؟ اللي هو ارت هاوس كافي طبعا. فتقدر انت تتعلم منها ان فيها حيوانات مميزة تقدر تشيلها وتقدر تلاعبها وتقدر تهتم فيها. والشيء المميز في المكان ان الاستاف اللي موجودين مو بس تعال انت امسك روح، لا يفهمك هذا الحيوان شو وضعه وهذا كيف وضعه. بس انا مبدئيا لانه عندي فوبيا الطيور وشفت النعامه راكده لهون، انا هذا الموضوع رح يخلي هذا الشيء اللي لازم انت تعرف عنه. في ناس كانوا يجون قبل يقول نحن مثلا نخاف من الشيء، لكن لا بس يجون هون بتروح لا الستاف الموجود عندنا يقول لك تعال تفضل المس شويه اكل تشوف في النهايه الشيء عادي، انه الكل مدرب هون. اكيد 100%. ما في شيء نحن نجيبه هني مضر للناس او للاطفال الشيء. انا عم اقول لك انا عندي فوبيا لانه لا بالعكس هذه الفوبيا لازم نشيلها منه. شو رايك انت فانا وانت اتفاق نروح هلا ننقي شيء طير وتحاول تخليني اشيل الفوبيا عنه؟ بس ابشر تامر امر. تعالوا معنا لحتى يلا كوكو فوق 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 فوق. ايوه تعال انت هني يلا شوف الطيور طبعا تعرف لا يروح يقعد هني لا اوكي خلي ذك سيده عادي إيه؟ خليك عادي بده يوقع كوكو. لا ما يوقع تعال صوب تعال كوكو لحظه خليك هني بخلي ذك كذي روح فوق اي لا خلاص بس خليك كذي كذي بس لا تنزل. الطير طبعا هو في اي شيء يعني مثلا يبغي يتسلق مكان يبغي يروح اول شيء يستعمل شو ثمه يتعلق عليه بعدين. فطبعا انت هني تتفكر يعض هو ما يعض هو متعلق ماسك بس عم يمسك عشان يتعلق فوق فقط لا غير. شكرا كثير لك حبيبي والله خلصتي من الفوبيا يا جماعه وانا طاير عقلي فعليا اني حامل طيرين مو طير واحد. شوفوا هالبرنامج قلت لكم والله عم يفيدني مو بس عم يفيدكم بالمعلومات. تعالوا لحتى نشوف شو التجربه اللي بعدها. بعد ما خلصنا من الفوبيا صار وقت نروق دماتنا شوي صغيره ونجي نشرب لنا شيء، بس مو اي شيء ومو اي مكان، رح نجي عند المطعم الطائر على ارتفاع 40 متر، يعني شوفوا انا حتى اذا بدكم تشربوا شيء جايبكم اكسبيرينس، جايب لكم مغامره لازم نجربها، صراحه جعبالي بالريقي وانا بالهواء فوق، ارتخي شوي وننبسط، تعالوا نشوف هالتجربه شو ممكن تعطينا كمان قصص جوا، نجرب سوا، يلا تعالوا. والله مالي بارد اشرب قبل ما اوصل على بر الامان. لا انا هالبرنامج عم يعمل فيني العمايه للجماعه، انتوا ما بتصدقوا عم يعمل فيني هالبرنامج، بس مع ذلك عم حاول انبسط. لا عن جد شيلوا كل شيء على جنب، تجارب كثير حلوه اللي عم نجربها، يعني مين ممكن يتخيل انه انا جاي اشرب عصير خبوها لهيها ما زدتوها بالشارع. يا جماعة إذا ما صار رجلي على الأرض أنا مستحيل ارتاح. هلأ صار فيني أشرب عصير برواق. هلأ إذا بدك تركني هون.
يعني بصراحة ماني حابب أختم حلقتنا لليوم لأنه في كتير أقسام بعدني ما زرتها. يعني بصراحة مثل ما خبرتكم أنه مستحيل ولا يمكن تخلصوا المهرجان بيوم واحد، لازم تجوا مرة مرتين أو من الصباح للمساء تقضوا، يعني من أول ما يفتح الساعة 4 لآخر الليل لحتى تقدروا تخلصوا شوي منه. صراحة في كتير قصص وأقسام تانية كمان موجودة، أحدهم كمان في عندكم أكل في مطاعم كتير طيبة ومن كل بلد ومميزة يعني بنكهاتها. صراحة أنا كان جعبالي جربها، بظن هلأ جربها بس لحتى أخلص، ما بعرف لنشوف. بس لهون بكون وصلت معكم لختام حلقتنا لليوم من شتاء الإمارات. صراحة كتير استمتعت بهي التجربة، تجربة حلوة فيها كتير قصص ممكن تعملوها. وتذكروا كمان أنه مهرجان الشيخ زايد هو من القصص الأساسية يلي لازم تعملوها ضمن الشتاء بدولة الإمارات. صراحة أنا بدعيكم أنكم تجربوها وكتير حلوة التجربة. بس يعني للأسف وصلنا لختام حلقتنا ولازم أختم معكم لليوم. ضلوا تذكروا شو الجملة اللي بقلكم ياها، تذكروا أنه أجمل شتاء بالعالم هو شتاء الإمارات.